السلام عليكم ومرحبا بكم في حصة جديدة ودرس جديد سور كيزاكو.com. الحصة ديال اليوم هي حصة من حصص لونغاج جافا. غنشوفو فيها واحد ليكزومبل ولا جوج على الكاستين. نقول كاستين بالعربية تعرفت هو كان نغير لو تيب. مثلا كيكون عندي واحد لا فاريابل دو تيب انت يعني اونتي وبغيت نردو اون شين كاركتير يعني سترينغ، او لا العكس عندي اون سترينغ وبغيت نردها ان اونتي. طريقه سهله، نديكلاري مثلا واحد لونتي اللي نسميه ان، انيسياليزي مثلا قيمة 99، نديكلاري واحد لاشين اللي هي ان اوبجي سترينغ. دونك باش كنديكلاري ان اوبجي سترينغ كدير سترينغ، كدير لو نود الفاريابل ديالك مثلا هي تكس وكت انيسي كدير نيو سترينغ. اوكي، هذه هي لا ديكلاراسيون انيسياليزاسيون، هذه هي لا ديكلاراسيون ديال هذاك لوبجي تكست. دابا انا بغيت هذاك التكست تولي فيه لا فالور 99 بحال هكا، زعما نكتب فيه التكست غوسوا لا شين دو كاركتير 99. يا ندير ليه بحال هكا. لا كونفيرسيون كونسيست ان كوا؟ لا كونفيرسيون او الكاستين شي كيقول لك، يقول لك الا بغيتي تحول ان اونتي الشين دو كاركتير سهله، كندير تكست لا فاريابل ديالي غوسوا تكست بوان، كندير ابل لواحد لا ميثود اللي سميتها فاليو اوف، هنا كنحط لونشي ديالي. اوكي، هاد لا ميثود فاليو اوف كنعطيها لونشي ديالي وكترتورني ليا اون شين دو كاركتير. ندير واحد سيستم بوان اوت بوان برينتلين باش يبان لينا اون سورتي شنو غيخرج. ندير ليه هنا تكست عليا، ندير ليه هنا تكست ونشوف تكست شنو هي لا فالور اللي غتولي فيها. كنمشي لليند كوموند عندي، كنطابي سي ام تي، كندير جافا سي باش نكومبيلي الكود ديالي. بون نتوما تقدروا تخدموا بإكليبس ولا نيتبينز ولا شي يوتيليتي اخر، انا هنا بور لي ديبيتون كنخدموها في لا كونسول. حتى من بعد نشوفوا حصص اخرى كيفاش نخدموا بإكليبس ولا بنيتبينز ولا بلي لي زوتر اي دي او اللي كاينين. دير جافا سي كيزاكو بوان جافا، جافا سي قلنا باش كتكومبيلي الكود ديالك، تسناو يكومبيلي لنا على خاطرو و كن اكزيكوتي افيك لا كوموند جافا. كندير لو نون ديال كلاس ديالي اللي هي كيزاكو. ابر اكزيكيسيون جمع الشعطاني 99. دونك هادي لا شين دو كاركتير خدات لا فالور ديال هذاك لونتي اللي عندي اللي هو 99. هذا فيما يخص لا كونفيرسيون من انت لسترينغ. دابا راه ليا العكس، يعني كونفيرسيون من سترينغ لونتي. غنخلي نفس لي فاريابل غير هو في هاد المره سترينغ ديالي هو اللي غتكون عنده ان فالور. سي تادي غنا مثلا عندي شين دو كاركتير سميتها تكس اللي فيها القيمه 86 مي سو فورم شين دو كاركتير. انا بغيت هاد لاشين نجبد منها الرقم، يعني هادي غنردها سو فورم دو انت باش نخدم بها. وعندي واحد لونتي هنا ان. اوكي، دونك ديكلاري واحد لا فاريابل دو تيب، واحد لوبجي دو تيب انتيغر نسميه نومبر نيو انتيغر، وهنا كنحط فيه لا شين ديالي اللي هي تكست. اوكي، هذا اش كيعطيني؟ هذا كيعطيني ان اوبجي دو تيب انتيغر اللي اوتوماتيكمون كيتكاستا، اوتوماتيكمون كدوز لي لا كونفيرسيون ديالو. يعني هاد نومبر سي ان اوبجي انتيغر اللي فيه لا فالور 86، ولكن انا ما بغيتش ان انتيغر، انا بغيت ان اونتي، يعني لو تيب اونتي ماشي لوبجي انتيغر، حيت كاينه ديفيرونس. دونك في هاد الحاله هذاك لونتي ديالي اش كندير؟ كنخدم بهذاك لوبجي اللي عندي انتيغر، كندير ابيل لا ميثود انت
فاليو، لا ميثود انت فاليو كترانسفورمي ليا ان انتيجر اون او انت، يعني كتدير لوبجي انتيجر وكتعطيني لا بارتي انت ديالو. دابا نقدر مثلا نجي هنا نديكلاري واحد لونتي اخر، ندير انت نسميه نعطيه 68 ونقول ليه كيساوي ا بلس ان، جمع ليا ا مع ان وكدير ليا واحد سيستيم اش ديال هادشي كامل، وان برينت الين ديال ا، كتب ليا اش كتساوي. هنا ما خصوش يبقى ليا لسباس لان سافا كوزي ان بروبليم. نمشي لاكونسول ديالي نعاود، عفوا خصني انغوجيستري هادشي حيت كتكون هاد ليطوال اللي هنا في الجنب. دونك كنكومبيلي الكود ديالي وكان اكزيكوتي، ها هو كيعطيني الحساب يعني. وهكذا كتشوفوا ان العدد 86 اللي هو كان شاند كاركتر ولا انونتي بهاد لا مانيير بالكاستين، ودار ليا 86 زائد 68 عطاتني 154. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في الدرس الخفيف، ونضربوا موعد في حصة اخرى ودرس جديد. سوكيزاكو.com كان معكم رضوان، السلام عليكم.